قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. السلام عليكم اشمع. وعليكم السلام. سلام موش سكرتا. هذا ما يكون عسيد الغابة فقاين عليكم عاوتاني. خضير البركة من المزاح. وهذا الكلام ما عندنا ما نديرو به. وفاش بغيت انا نهضرو السي فاش؟ ها؟ انا هاد الخرفة ما بغاش تدخل لي كاع على المخ ديالي. اسيدي سكتنا. الحيوط راه عدا ودنين. ما كونش شي ودنين بنادم. على حساب السي الحيوط حسن منكم. نتوما اللي غمضتو عينيكم وسديتو ودنيكم وبعتو راسكم للخرافة. وشنو بغيتينا نديرو؟ نرميو روسنا للهليكة؟ راك شتي شنو جرى البشير وغانم والصويلح وهدي وزيد وزيد. فينا هما؟ رجعوا. نتوما هاد الغابة كتبان ليكم غول. الغابة راه ما هي ملك حدا سيادنا. بان ليا الفضيلة راه دبان ديك زراقت راه كتقلب عليه. تاكل الخبز وعيش مع الخوت تحضر الموت الله يهديك. شتكم سكتوا ياك ما كاين باس. الغابة راها كتقلب تسليم تسليم اسيد الغابة تسليم. يا قلت لكم تبطروا بالذبيحة ها؟ ما سمعتونيش ها انتم سمعتوا؟ وسمعتوا ولا ما سمعتوش؟ هو بدا كيتقلب. الفضيل شتك ما قلتي والو سحمان تكلم القايد صالح. واش بغاني فهاد الليل؟ ايوا انا كان يتشاور معايا قال لي قول لي يجي دابا وصافي. زيان تبارك الله عليك. الله يزين ايامك نعمس. ما كاين باس شفتك مغير نعمس ومازال بوجهك حمر كتسولني شنو اللي مغيرني. كنشوف مازال كطلب الخيش ديال البارود من مراكش. على الخيش ديال البارود اللي كاين في الخزين ايه مالو نقص نعمس. نقص كيفاش تنقص؟ قيمه الخدمه نعمسي. ديال اش هاد الخدمه؟ ديال اش هاد الخدمه؟ واه
البارود شلا ما يدار به. كنعرف كنعرف ان البارود شلا ما يدار به. ماشي انت اللي غتوريني. سولتك سؤال واحد، علاش البارود نقص؟ نعمس سي كتسولني انا بحال هادشي دايرو مديتي راسي، راه كلشي بعلمك نعمس. بعلمي انا؟ بعلمي موسم سيد الغابه نعمس، التبوريضه ما يقومها غير البارود. ماي الخيش ديال البارود اللي ناقص راه يقوم قير على قدها. حمان. نعم سي. قدام على الصباح غتجيب لي هذوك الكنانش ديال كاملين وغادي نتحاسب انا وياك على الشده والفاده. واخا نعم سي. سيادنا شتكم مازال لابدين بحال الا ما كيتسناكم حتى حاجه. اش بغيتينا نديرو سيدي صالح؟ ما وتونا غير المواسم. مواسم؟ اشنو هاد الكلام اللي كنسمع منك؟ واش لعني جيت لقنا في هاد الحال؟ اشنو بغيتي تقول؟ الناس راه مقصحة سيدي صالح، وحتى واحد فيهم ما قاد يحل فمه. وشنو بغيتي تقصد؟ قصدي راك كتعرفو سيدي صالح، وما يهنا لي بال حتى نبلغ داكشي اللي بغيت. الفضيل اطلع الغابة، شنو غتربح منه؟ سافني سيدي صالح، سافني وانت تشوف. لقيت صالح مطوعو. غادي يطلعوا على بجوج ولا معاهم شي حد؟ ما كنظنش شي حد يقدر يزعم. راك عارف بلي هاد الناس ديال الدوار كلهم قاتلهم الخوف من سيد الغابة. السلام عليكم. السلام. شوف اولدي، ما نحتاجش نوصيكم، ردوا البال. ما يكون غير خاطرك لا مازال. ها فضيل، زرتي عليا في هاد الطلعه. راه كان عليا اليوم تحاسب انا وهذاك بنادم ديال حمان. بالحق ماشي مشكل. انا سابقك.
فيا؟ اش اللي جابك هنا؟ اخبار دايره في الدوار كله وانا ما فراسي ما يتعاود. صفية انا انت راك عارفه باللي اش عارفه؟ فتال خصك تعرف راك ماشي ديال راسك، فكر فيا. صفية واش انت ترضي تكوني على دمه راجل خواف؟ شحال مره قلت لك نسى علينا هاد الهم، حنا مالنا ومال الناس. الناس يسير الدوي عليهم، حنا راه طرف منهم. قد ما عقلي مطوعني قد ما قلبي ما هنانيش. صفية إين ويزيد فيها الفطيف؟ تا فين ناوي تمشي؟ أخزي الشيطان وتبت وجلس بحالك. واش تقدو؟ راه سيد الغابة هذاك. السلام عليكم سيد عبد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا انت أباز سيدي اللي عايش وحدك في هاد الخلا؟ وزعما ما خفتيش من الديب شي نهار يهجم عليك وياكلك؟ ما كاينش الديب قد بنادم غير الله يحفظك من شر الخلق. إلا مشى حتى دارك بنادم في راسو غير طلب السلامة. وزايدون اش عندي ما ياكل فيها غير العظومة. باين لي بحال شادين الطريق ل إيه غاديين شادين الطريق للغابة. قول سيد العبد تمشي معنا؟ على هنا ضربني الله حتى نجر راسي للهلاك. انا كنت متيقن باللي ما فيك حتى شي فايده الشيبه العاصيه. انا حرفتي كنحكي الحجايات وكنعاود على التاريخ. يا سيدي خليناك مع الحجايات ديالك ومع التاريخ ديالك. بالحق عندك تنسى ما تحكيش علينا. الله يا ودي حكايه جوج حماق ما لقاو ما يديروا قالوا نطلعوا للغابه. لحما تعرفش النهايه حيت ما طلعش معنا. نهايتكم بين العمى غير الله يتمم خطواتكم على خير. الله يعاون. يا مع السلامة. الله يعاون. الله يديكم على خير. قايد صالح شي حاجه كاينه. Thank you.
خبر عليا الساعه وغدا مع الشر تكون عندي. راه سميتو ملك راه الفضيل. قلت لك خبر عليا الساعه. وصفي الله يهديك، واش اللي مشى باقي عاد يرجع؟ المكتوب ما من هروب والحي ولا من الميت. شوفي شو ها حياتك كي ولات. الفضيل حي ما ماتش، ما ماتش اخالتي خدوج. هذه حكاية جاج حما، ما لقاو ما يديروا قالوا نطلعوا للغابة. ياك انت غير راهي كتعاود الحجايات. عندك الحق، الا ما طلعش ما نعرفش شنو. هادي غير ضربه وطيح حظها، غير اجي وطلع للغاب. غرق لينا في الغابة وما بقيناش لقينا ليه لاطر، ولكن لما لقاتو الموت نلقاه نلقاه. غادي تلقاه باينة معلومة السي حمان. واش عمرك شفتي شي واحد حط رجليه تما ورجع؟ بالموت بالحياة غادي تلقاو. قلبوا الغابة شجرة بشجرة وعرش بعرش. غير كون هاني، غادي نلقاو نلقاو. ما بقى عنده ما يشوف في الولوضة. بموتو حياتنا وحياتنا بموتو. هاد المرة أنا اللي غادي نقلب عليه راسي وغادي نجيبو قدامك حي ولا ميت. سليمان اللي فرط يكرر وانت خليتيه يفلت. هادشي راه زاد على حدو. كنجي نسالي الزربية حتى كنتهرس من ظهري، حتى فضل ما باين علينا. كاش عاد ميت ما يقول قدام غسالو. جي لالا وحليمة تشري الزربية بجوج فرنك وتبيعها بالثمن في مراكش. ومشكرة هو هذاك. حليمة دارت لاباس مع عرفتها في كومي اللي سالت زربية تدق في باب خيمتها وتدلل بسلعتها. وصفية راه عارفة الحال كيداير، اش غادي نديرو؟ ديرو اليد في اليد، شريو صوفتنا خدمو سلعتنا ونبيعوها. واش باغي تنكورني ولا كيفاش؟ اخر الزمان هذا، اخر الزمان. شوف اعطيني ديالي، اعطيني رزقي يا راجل. اسيب مني، اسيبنا نعلو الشيطان، اسيبنا نعلو الشيطان. واش ما راكم نساب ولا صافي؟ انسوا بيا ما بقى لي حساب. سي المختار الله يجازيك بخير، كن مشهود، خذ لي حقي من هذا السيد. رانا وياك كنا في رزقي عباد الله، وعامين هادي وانا كنتسنى. سي المختار، سي عاصم بن مختار، الفلوس اللي كانوا عندي سالتهم على اختك.
اختك راه كانت مهلوله سبت يوم على اختي ايه واختي الله يرحمها سيب مني الله يرحمها ويوسع عليها مشات فين مشاو كاملين انا ما طلبت عاد يا عباد الله وتعطيني ديالي يا راجل والله لا حرام عليك السي ابراهيم والله لا حرام عليك دير بحساب غير دوك الوليدات اللي خلات اختك زعما راك انت نسيبو اول واحد خاصو يكون واقف بجنبه جاي شانق عليه ومخلي عباد الله تفرج كي غتقول قدام الله صافي يا سي مختار صافي الله يخليك صافي الله يجازيك بخير الحمد لله ملي كاين مخزن في البلاد والسي حمان هو اللي غادي ياخذ لي حقي من هذا السيد هذا سي حمان اي سي حمان صافي شحال قايد صالح وليتو باغي تشرعوا عند خليفتو سي حمان دابا هو خليفة قايد وسير على السي حمان ينفعك سير عدو هو يخلصك مشي عدو ايه واخا جلول انا غادي عدو ولا اني ديرها فين تجيك ها هيا عندك يا جلول لا ترفد بيلا وليدي ابا جلول ما يدير ربي غير اللي فيها الخير الله يجازيك بخير ري سي زيد قدامي ري سي سي كيف بقيتي؟ شوية لاباس؟ ما عرفت واش اللي بحالي يقدر يكون لاباس مازال خصك تصبر الجرح مازال ما تلم عييت عييت بالقلاس انا خصني نهبط للدوار وباش ما كان خصني نفضح سليمان وحمان معاه باش غتفضحهم موت القايد صالح والله حتى يتقلبوا عليك ويسموه فيك انت راه انت اللي خلي كنت مع القايد صالح ونزولك للدوار راه ما غيفيدك حتى بشي حاجه انا ما باقيش نرجع لعندك خايف لي تبعني شي واحد ونمشي فيها انا وياك شوف كي دير اخو الغابه وخوي البلاد حتى ما يبقى يسمع لك حد خبار هيا بالسلامة يلا ساليتي الخبز رانا دول مع كلب عشاك موجود لا باغي تزيد تعشى ولا فين ضيعتي فين ديال فطيم ولدت وغنمشي نشوفها هادشي فاش فالحه كاع النار وتدور تقبي في عباد الله ودارك خاويه صايت فيها الريح لا ولدي سندني ولا بنت فرحني اش ندير انا زرعي زمان اش ندير واش بغيتيني ندير لك انا داكشي تاع سيد ربي دير ليا ان شاء الله خليك يا سليمان خليك دخل من عائلتك اللهم التراب يتنفض في ساعته ماذا يبغي التراب السي حمان حليمه رديها بنتي هذاك المقراج بلاش السي حمان ما قد على والو تابعيني بزاف ديال الشغالات خاصني نمشي اودي المعير ليا على قبل الوضوء نسيرك بسطة السي حمان هاد الجواب راه جبته من القيادة جا من عند سيد الحاكم سيد الحاكم موصين على أمورات القيادة حتى يشوف شنو يدير بارك مسعود السي حمان ولكن شنو مقلقك ما عاجبنيش هاد الجواب سماني بكلمة الخليفة كيفاش زعما ما غاديش يلقى احسن منك للقياده خوفي سيد الحاكم تكون عنده شوف اخرى سي حمان لا بالك ما دير ديرو قبل ما يفوت الفوت اش كتقصد بكلامك سليمان غاديينك مع طلا غير هما في الدوار وكلهم لابدين لك على الخديعه
الحجره في طريقك الى قلبتيها تلقاها ملغومه، وزير القبضه قبل ما تولي فكاها من وحلتها. شنو بغيتي تقول؟ راك فاهم كلامي، الا مشى حتى عطى القياده لشي حد اخر ماشي بعيد غادي يبدا ينبش. اللي نبش غادي يلقى حنشه السليماني. سيادنا اللي ما صلى على النبي يخسر. عاودوها نسمعها. الله عليك يا رسول الله. ايوا يا سيادي، خليناها من اللي حديد دنهز الكتاب وداه لفقيه الدوار نوا يقريه ويشرح ليه علاش وحش الغابه كل عام كينزل الدوار وكيخطف منه ابهى بنت في الحسن والجمال. فرح به الفقيه وضيفه احسن ضيافه، قال له باللي في سلف الزمان كان حتى كان في بلاد الحبق والسوسان وحش ما شافت مثلو عين ولا خطر بها الانسان. حاسد الغابه لك لاباك لا فضيل. خرج عليا درك زلافتك، ما بقيتش عندي هنا الحلقه. سيادنا صلوا على النبي. صلوا يا رسول الله. عاودوها. صلوا يا رسول الله. قال له وحش ما شافت مثلو عين ولا خطر بها الانسان، كل ما عطش ولا جاع كينزل الدوار وما يروي عطشو إلا الدم وما يطفي جوعو إلا اللحم. بقى على ذاك الدوار كيصفى عليهم واحد ورا واحد، وكل ما شبع وروى كيطلع فوق الغار ويتجبد على ظهرو وينعم بحلامه. حتى جا النهار اللي وطى فيه يحيى على الغار، طلع يقطع الغور راسو يصفيها ليه ويهني الدوار من شرارو. الغولة السيادي فاق بيه وطاردو في الغار، حاصرو في قنت بحالو بحال الفار، والمويمة في الدوار تبكي بالدموع جارية على يحيى اللي ما عاش حياته بحال دراري. با
على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي. راكي عارفه هذيك الغابه اللي دخليها ما تيرجعش. تلاي من هذا الخوف، سيد الغابه راه غير خرافه. هادشي قالو الفضيل قبل منك، وراكي شفتي شنو جرى ليه. الفضيل باقي عايش، الفضيل ما يموتش هكا. هادي خدوش، خدوش اللي عمرها تكراسك بهاد الهضره الخاويه. مالك على هاد العداوه الخدوش؟ الناس كلها في الدوار شاهده باللي خدوش دارت لي عليها وكثر. لو كون دارت لي عليها ما نضيعش في امك الزايه اللي مشات هكاك بطل. ماما كان عندها صحه، ما بقاتش قاده على الولاده، وانت عارف هادشي مزيان. العابد مس الخير، هكا واحد البركه. الله يرضي عليك بنيتي ويقوي خيرك. وعلاش معذبه راسك وهاد الطريق راه صعيبه عليك بنيتي؟ سيد العابد خيرك سابق، على ماشي انت اللي قريتيني وربيتيني. فين يا مكا سيد العابد ملي كنا ندورو بك وتعاود لنا حجياتك حتى نعسو على الحصير. بنيتي اللي كيبغي والديكم ويتهناو منكم كانوا كيصيفطكم عندي الحلقه. شفتك بغيتي تقول شي حاجه في الحلقه وما قديتيش. انا كبرت بنيتي ما بقيت قادر على والو وما تسني مني والو. بس هاد بنادم راه كيجر الهلاك. ما عندي ما نقول لك، رجع لخيمتكم راه باك غيكون مشوش عليك. عارف شي حاجه وساكت؟ شخوفك؟ هادي 50 عام وانا كندير الحلقه، نحكي حكايات ما تزيد ما تنقص في الناس. عارف ولا ما عارفش، داكشي كلشي زايد ناقص. باغي نعيش الايام اللي باقيه ليا في السكات، ما باغيش نموت قبل اجالي. هذا كله خوف فيك. رجعي لخيمتكم راه باك غيكون مسوش عليك. Thank you.
عاود العيادي حتى انت هزها من انتقالت. الله سبحانه وتعالى ما عطاكش التلنيكة، عرفتي اش دير؟ ربي لك شي نعيجات حتى هما تدي فيهم لاجر. برك برك العيادي برك. واشنو ما بقى حد يتمازح معك؟ صح، ما شحال مره كنقول لك ما تعاودش ليا هاد الهضره هادي. فهياش غادي تبقى تضيع وقتك هكداك. عارف قايل اللي قالوا لك تمشي لعندو واخا يكون باباه في الهند؟ وا صح مان، راه ما حاسب المزود على اللي مضروب به. اعطيني فلوسي العيادي، ومن جهتي انا ما نسالك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام سي عمان. الله يجازيك بخير سي عمان، الى ما دير معنا يد الله. فاش سيدي؟ توا انت عارف الناس راه مهلوكه، راه ما عندهمش باش يرميو حتى الزريعه. قول لي يا المختار، واش انت بو قاضي عليهم؟ على اللي بغى يدوي على مصلحه الناس خصو الوكاله. محل الدوار راه ما يرخص شويه اللي قاعدوا. واخا سيدي سيرك لسي بلاصي نول، وقعد لبالك شي ما تقعد. هات القبيله رانا قد بها المختار، ودخل سوق راسك. قول لي يا سي المختار، انت كي بقات لنا صفيه مسكينه من جهه الفضيل؟ الزغابيه ما لقات صبر عليه. مسكينه الفضيل رجليه اللي داروا عليه، كيعرف باللي الغابه محرم علينا، وسيد الغابه راه ماشي دري، واللي تعدى الحدود راه ما يلوم غير لنفسه. ها هو جلاه باش يعرفوا الناس باللي كلامي على حق. اللي بغى يطلع للغابه يطلع، المهم انا ما تسالوني غير الخير. بلاتي بلاتي سي المختار، ندوز معاك في الطريق. بلاتي
اش من خبار على هذاك الفضيل؟ ساعة ما كاين خبار السي حمان، تطاح في دينا وفلت. فلت؟ مضروب واش دلكم؟ السي حمان راه كيطير بحال الزواباق، بحال تقول كتسرطوا الأرض. الأرض ما كتسرط غير الميت، ما هو بك حي. هو راه ميت ميت، كيخص غير تجيبوا لي السويفة. سليماني، رد لي البال مع داك الديب ديال المختار. اش دار هاد المختار؟ ما عرفتوش علاش كاين وعر. كون هاني السي حمان، ما كتعاود غير الصلاة على النبي. يا جيتي ديري في هاد الليل؟ جلول، عندي فيك ثقة كبيرة، بغيتك على واحد الغرض. دوي صفية، دوي خياك وخيا باك سابق فيك. بغيتك تطلع معايا للغابة. واش نديرو في الغابة؟ الفضيل باقي عايش، نمشيو نقلبو عليه. الفضيل باقي عايش؟ مزيان، حتى جلول طوالو ليه الرجلين. هي اللي مشات عنده قالت لي وجد راسك باش نمشيو للغابه نقلبوا على الفضيل. مال هادي اش بغات؟ واش ضربها الله ولا شنو؟ ما يكون غير هذاك العابد اللي محرشها. العابد؟ اش بغا؟ علاش غادي يحرشها ولا تحرشوا؟ علاش؟ شكون عرف السي حمان؟ شكون عرف؟ بارك تما مخلوي فم هذيك الغابه جايه عليه والغادي عليه، وتا حاجه ما كتفلت ليه. حمان صفية لا خلينا راه غتجبد عندنا غير البلا. لا هاديك غير وليا، الا قربنا ليها غادي نوض علينا النحل ونوليو فكايه من وحلتها. سليماني خلي على الوقت. سليماني شفت الناس قاع مخوفشين، ما شافوا فيا شي عيب. العيب راه في عينيهم وما حاسين به. اسمعوني يا جماعه، الضروبه ديال موسم سيد الغابه هاد العام ضربوها على حسابي، وباب خيمتي راه مفتوح لكم كاملين كبار وصغار. وفين عندك الوجه علاش تهجم؟ واللي درتو شي حاجه ما عليه الا يجي يشكي. راني غادي معاكم بالليه وصفة خصك العريان وما ناوي غير الخير. خاتم مولاي والله شاهد عليا، قعدوا خيامكم وجدوا الربايع والشيخات وخليونا ننساو هاد الهموم. موسم سيد الغابة موسم ديال الفرحة والرفاهية، الحمد لله على خيراته، الحمد لله. الله يجازيكم بلا ما نوصيكم، غادي ينزل علينا سيد الحاكم ضيف ونبغيكم تحمروا لي وجهي ووجه القبيلة. ها والسليماني هو قدامكم، غادي ان شاء الله نكلفوا بكل كبيره وصغيره. با تعشيتي ولا مازال؟ ملي غادي يدوز ليا بنتي وانا كنشوف فيك كترمي راسك للهليكه. اش من هليكه با؟ الاخبار ضايعه في الدوار باللي انتي ناويه تطلعي للغابه. اش وصلك التم؟ با هضرنا في هاد الشيء. اللي تلفها بنتي شد الارض، راني كبرت وما بقى عندي ليك جهد. با غنمشي غنطلع على خالتي الفطيم. خالتك في
الفطين، وهذا الرزمان اللي بين يديك لاش شي حويجات شاطو عليا وصافي. أبنيتي راه اللي مشى ما بقى يرجع، واللي تكسر ما بقى يتجبر. جلول، شدي راسك، هذا هو الوقت. جلول وجد راسو باش يمشي للحبس، عندوش باش يخلص الدلالي. يا بنيتي حرز عليك الوقت، عندي ما ندير لك. مرا على سيد الغابة ما كيجليش ننسى. سيد الغابة ما كيعتبرهمش. زيد قدامي، زيد خلاص زيد. قد ما انا فرحان اللي ما مشيتيش للغابه، قد ما قلبي واكلني على جلون اللي مشدود في الحبس. بقيتو ساكتين على حمان حتى طغى وتجبر. غادي نشوف مع الجماعه باش نجمعوا الفلوس نخلصوا الدين اللي عليه، ولا هموت بيرون حكيم. اش داكشي؟ جيت باغي نشوفك وباغي نشوف السي حمان على شي غرض. براقب هو اللي هو تارقد. وعلا انت مالك؟ طيرتي لي النعاس من عيني. انا بغيتيش تعطيني راس الخيط. انت اش من خيط؟ تضربتي في مخك ولا مالك؟ ديما اش داكشي؟ تهنيتي دابا؟ انت فيقتي. هذا سليمان ابا بغى يشوفك. سليماني، اش درتي مع داك الصقع ديال جلول؟ جلول ردمته في القنيطه سي حمان. واش ربحنا حنا من دردي؟ خاصنا منه الصح. وصلك لهذا المواصل؟ هذه هي الرجلة، واخدي تابع هذيك الجنية ديال صفية، جرك من ودنيك. جلول فين كنت غادي يا وليدي؟ نيماني، نيماني بركة. واه واش انت عندك شي قلب ولا ما تكسبوش؟ واش هذا عنده الخرقة ديال هاد العصب؟ الله يهديك سليماني. تكلم وليدي شلون. قول قول. ما يمكنش حتى كنتي كتوجد باش غادي تطلع انت ويا الغابة. كاش حاجة
هابت قول لينا داكشي اللي فراس هابت. مش السيفار ما يهديك أولدي يا شلال، ما يهديك. غادي تقول لي على طريق الفضيل وانا راه عمرك لا باقي الحاسه خمسه. ما عندي ما نقول، ما بقى لي ما نقول. شوفوك بيتي وقع لك ما وقع ليه، سالك لنا اللي سالتي. سيدنا عزاكم وعزانا واحد، جلول العابد تكويت فيهم وقلبي مجروح من جهتهم، هما منا وحنا منهم. كنقسم لكم باليمين اللي كيقسموا به الرجال، الى مشى هاد الظالم حتى طاح بين يدي غادي يخلص بالمتني والمتلت. اوكي غندير حتى نعرفه. هادي ضربوها عليا مولاد الفعل، رزانه في جلول وفي العابد، حرقهم وحرق العشه معاهم. ولكن لابد ما يخلي لاطر، لان الروح عزيزه عند الله. عزاهم هاد الليله نبغيه يكون عندي هنا، اللي عزاني راه مني، واللي ما عزانيش نحسبه عداني.
خدوش عسلم. رانا سير نهضر معاك. راني مشيت شت عصفية الزغبيح علي قطع القلب. وتايا راسها قصح من الصخر لوليا عولية. ايه ما انتم رجال طفرتوه. ما نكذبش عليك، انا اللي خلعني فيه هو عنادة وكلامها كله غير على فضيل والطريق اللي توصل ليه. تيش من طريق كيشتي سيد العابد قبل لا يموت كان رسم لها الطريق اللي توصل لفضيل وقال لها باللي فضيل راه مازال حي. وانتي لاش شادة هادشي عندك لاش؟ حمان هاد الايامات حاط عينو على صفية وخايفاه يطيح بين يدو وطلبتني نخبيه عدي على ما تولي لاباس. زين عساكم واحد الله يصبر. صفية 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 ما جيت هنا. قريت في عينيك الغدر والجزاء ديالك هو الموت، ولكن انا ما غنديرش يدي فيك، غادي نحبسك حتى يجي سيد الحاكم هو اللي غادي يقول كلمته فيك. انا مزوق فيك السي حمان، الدرية صغيرة ما تعرف شيء لا تحفينا شيء. انا مزوق فيك، انا مزوق لك التراب درجلك، انا مزوق لك لقاتك. والبنتي والبنت الله يهديك شحال من لغة قلتها لك؟ كانت زايرة الفايت ديال الصوت عاد زايرة العبدة مزيان صافي. بارك الله عليك صحفة ما خليتيها. حليمة لا جيتش تفاي عيط راه مسالياتش. باتون هذا ما خيرين نسيت انا نفكر. انت القيه انت رحمه نسيت انا نفكركم. دابا صافي تقالت الكتاب وليتو كتعاندو معايا، ولكن العيب ماشي عيب العيب على اللي جمعاتكم وتبعتها بحال العيجات. حليمه على من داوي داوي على ديك اللفعه ديال صفيه. اما انت غادي تا في الطريق. حليمه جمعي فمك. ها تبان لك الشان حتى ولدي ترد على لالك هضره، ولكن قالوها زمان خير ما عنده والو. تيش من خير؟ ايوا سري انا اللي مصبره بويا داك الراجل عندك. هما الراجل قاتل الدي ديال غيرو يرد غير الدي اللي عليه. تيش من دين؟ فلوس بويا اللي سالت تدفع الفقه والعشابه. قال لك حكه ما حكه تداوي على العقل. حليمه جمعي فمك حسن لك. واه انا ما في خبرك والو ورسم ملكيه ديال البلاد. تيش من ملكيه؟ رسم ملكيه ديال البلاد حاط عليا هادي الغينه قبول. ها ويلك يا دوا الغدار بغيتي تضيعني في بلادي ياك؟ تا سيرة تقولي يا سيرة تقولي وهاداك حمر عاك يخرب ياك. ارسل ملكية بلادي اش وصلولي وعاشي فلوس باش رمينا الزريع العام اللي فات. وانت سير شوف على من تكذب وانت خليتيني ضحكه شويه قدام لي سؤالي ما يسواش. وزيدون الا باغي تداوي سير داوي راسك من فلوسك وغدا على بوري ارسم ديال بلادي كل عدي. وديك الوكاله اللي كنت دايرها لك حسبتها هي عمرها لا كانت. وزيدون هاد راني مخليها لك تجيب لي الملكيه بلادي عاد رجع. وانت كتسمع يا جالس دار سيد 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 س
لا تخيبنيش أمي أخويا، لا تخيبنيش، لا تخيبنيش. مكاين باس السيرية حما نشد عليا دين وأنا ما عنديش عدلي. وأنت نطاب الفطنة اللي عطاك الله رهنتي ليه البلاد ديال خدوج مراتك. ورجلة هادي عندك. بلاتي بلاتي جلس 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 غدا معنا شوية جلس جلس. زيان يا سيدي زيان، السلعيادي خدامته يساومني. كيفاش كيساوم فيك؟ قال لك سيدي الملكيه ديال خدوج في بلاصه الرسم ديال الطريق اللي كيوصل لفديل. لاني حمار هذا. وهادشي علاش كانوا كينورو؟ وقيل العابد قال لهم شي حاجه. هادشي كيبين بلي العابد كان كيعرف طريق الفضيل. انا اللي بان ليا هو نمشي لهاد العيادين نسالي مع ابوه ونجيب لك الرسم ديال الطريق تال عندك. واش ظهر لك؟ شكون اللي غادي يضمن لك بلي غادي تلقاه في جيبو؟ ها؟ العيادي ناوي ليا على الغدر. صحمان مشينا حتى خلينا العيادي حر، الدوار كله غادي يسيق الخبار. انا كيبان لي نجيبو مسلسل وهاديك الساعه دير فيه اللي عجبك. سليماني المهم عندي هو الفضيل، ما هذاك العيادي دبانه في البن يوجع القلب وميدوبه. اسمعني مزيان سليمان، غتجيب لي خدوج وغيب شوية خدوج قاع بعزاتني في الجلول والعابد. الرسم اللي كيهمني عند راجلك العيادي خدوش. عند العيادي؟ وانتي عارفة اللي كيوقف في طريق ايش كيجرى ليه. وانا مالي؟ اش دخلني في هادشي؟ الخبر كله في راسي. الرسم كان مخبي عندك. سمعنا خدوش،
جايز عند الله. سمعوني مزيان الجماعة، هاد الظالم لابد ما يتعاقب حتى نعرفوه، وهذيك الساعة نديرو فيه شرع الدين. السيادنا راه كلشي باين، السي المختار هو مولاها. لا سي ابراهيم، هاد الفعلة ماشي ديال السي المختار. وهاد المكحلة ديال من؟ ها؟ هاد المكحلة ديال السي المختار، والجماعة كلها عارفة باللي السي المختار كان ديما كيقول باللي خدوج هي السبب في موت مرتو الزاهر. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إن هذا لمنكر، اللهم إن هذا لمنكر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إن هذا لمنكر. خيرك مغرقنا يا سي حمان. تستاهل كل خير السليماني، ولكن أنا طامع في شي حاجة أكثر من هادشي. تكلم قول، ما تحشمش. سي حمان أنا باغي حليمة. نعم في الحلال. سليمان ما لقاش حسن منك، انت واحد منا، سرنا واحد، ولكن سليمان انت كتعرف باللي الصداق ديال العروسة لابد منه. ها صداق حليمة غالي، تا حاجة ما تغلى عليها. سي راسي فديل اصلي، تحضر لي راسي فديل حليمة ديالك. جاك السهم، جاك. اش هي؟ اش هادشي؟ سمعتي شي حاجة؟ وعليت انت؟ يكون هذا غير الحلوف. حلوف؟ ونوض ورينا حنت يديك، وصيدنا شي حاجة دايزها الكلام، سهروا عليها هاد الليلة هادي. أنا غادي نمشي نشوف، ومن تما ندوز نطلع على دوك المسخ، ورد البال.
أنا صيت غار ريحة مسكين. ما عندكم لاش تخافوا، كلكم هترجعوا للدوار. هما قال ناس الدوار اللي سيد الغباج لكم على الدنيا. رحمن حطنا هنا يا عبيد. علاش؟ باش نحفر على الدب. دب؟ اش من دب؟ البلاصه اللي كان حفروا كلها دب. كنت عارف باللي سيد الغابه ما هي غير خرافه. اللي كاين دابا هو خصنا نفضحوا سليماني وحمان، وانتم هما الحجه ديالي.
Ah!
كاع ما نشرب هاد الليلة. انت عارف نعمس هاد العام راه داز علينا. هالمود ديال نعمس القايد صالح وجلول وسيد العابد الله يرحمه. نعمس صفية كنت دايرها بحال بنتي تبغى تقتلني. والمختار باه نعمس يقتل خدوج ورجل العيادي. يا وليدي اش غادي نقول لك؟ ديت عداي ودي. نعم السي انا ما بغيت ندير معاهم والو. شديتهم في الحبس وقلت حتى تجي وتقول كلمتك فيهم. لا جيبهم لي جيبهم لي. اش عندك ما تقول يا هذا الرجل؟ حسبي الله ونعم الوكيل سيد الحكم. وكلت الله على هذا الرجل هذا. نعم السرح كل شيء بالحجه والدليل. والناس ديال القبيله كلهم شاهدين باللي صفيه كانت باغا تقتلني. وكل شيء داز قدام عينيهم. الرجاله ديال القبيله نعمس لقاو المكحله ديال المختار حدا خدوج اختي الله يرحمها. اش هادشي يا وليدي كنشوف؟ شكون هذا اللي جار موراك؟ لا تصنتش لي نعمس، هذا شفار اقتطعو وهربان لينا. غدوي سليماني ولا ندوي؟ سليماني نعمسي اليد اليمنى ديال حمان، وحمان هو سبب هاد المصايب اللي ضرب هاد الدوار كلها. احمد سلسل عليا الحرام ونزلوا من الغباقي يلا. احمان احمان بلاتي شويه عين شوف الرجل اش باغي يقول. حمان نهب وقتل وخرب على قبل الدم اللي لقى في الغابه، وطلق خرافه سيد الغابه باش واحد في الدوار ما يفكر يطلع التم. انا ما فرسي والو نعمس، ولا كان سليماني هو مول هذا المصايب يتحاكم حسب الشرع والقانون بحالو بحال كاع الناس. حمان كيفاش نتحاكم بحال كاع الناس؟ اش من مصايب؟ انت مول المصايب كلها. سولوا نعمس اش كان كيدير بالخيش ديال البارود اللي ناقص من الخزين. سولوا نعمس. نعمس واش ما بقى عندنا ما يدار حتى نتصنتوا لهاد الربعه ديال القطاطيه؟ العدل كيقول خصني نتصنت لكل واحد. ولكن نعمس واش العدل كيقول باش دير مقامي من مقام هاد الشلهبيه هادو؟ الشرع ديال كل شيء، كبر شانو ولا صغار. سيد الحاكم حمان هو اللي امر سليماني باش يتبعونا للغابة انا والقايد صالح، خافونا نكشفوا على السر ديال الدهب اللي مدفون تم. قتلوا القايد صالح ولكن انا فلت ليهم، نزلوا للدوار قالوا لهم بلي سيد الغابة جانا على الدنيا كيف جلال بشير وغانم وهدي والصويلح. كذوب 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 نعمس كذوب. إذا كانت عنده الحجة يبينها.
وإلا كان سليماني دار شي حاجة راه دارها من ديتو لراسو العمس. كيفاش من ديتي لراسي؟ كذوب هو اللي فيك، والخبط من طبيعك واللي قلتيها جات معاك، والحجة عنده في دارو نعمس. عندي؟ عندي في داري أنا؟ واش حماق غادي ولا مالك؟ ها؟ الذهب اللي طلعنا من الغابة كله دافنو في خيمتك. كذوب أسيد الحاكم، كذوب. شكون اللي قال لك أنا دافن الذهب في خيمتي؟ شكون؟ شكون اللي قالها لك؟ شكون؟ حمان، بلا ما تعي راسك، أنا عارف عليك كل كبيرة وصغيرة. سيد الحاكم، جلول وسيد العبد أنا اللي حركتهم، والعيادي وخدوش هو اللي يدبر لي ماتشي باش المختار يقولوا هو اللي قتلهم. ترك الشر ما كتوصلش، ديو علي هاد الكلاب. طلقوا مني، طلق مني الكلاب.